غير نفيسة مديرة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية لصحة تونس. قمنا بالحملة هذه، تدخل الحملة هذه في إطار حملات سابقة قامت بها وزارة الصحة على مستوى الجهات الكل بالجمهورية التونسية. والهدف من الحملات هذه هو التقصي المبكر وتشخيص الحالات الحاملة لفيروس كوفيد. دونك هذه باش يساعدنا على تقصي الحالات واكتشافها المبكر، خاصة أنه الحملة هذه تزامنت مع العطلة المدرسية والجامعية. دونك تعرف العائلة التونسية في العطل يتلقاوا ويخرجوا ويجتمعوا، دونك فما ريسك متاع انتقال العدوى بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفوش رواحهم حاملين للفيروس. وإحنا في الحملة هذه عندنا توا ساعة وربعة بريسك، ديجا لقينا بريسك توا 16 حالة إيجابية. سمحناش قلنا 16 على قداه؟ ما تعلق قداش حالة 16؟ والله مازلنا ما كملناش الحساب، ماك تعرف هنا قاعدين نخدموا بريسك توا عملنا قرابة 100 تحليل. دونك 16 على 100 سي ديجا معناها نومبر امبورتون. وهذايا الهدف منه انه الحالات الحامله للفيروس باش نفهموهم راهو انت توا حامل للفيروس يلزمك تمشي للحجر الصحي باش ما تخالطش عباد اخرين، يلزمك تعمل معناها لي مويان دو بريفونسيون اللي هي لا ديزانفيكسيون دي ما لا ديزانفيكسيون دي سيرفاس لا ايغاسيون تاع الدار، ما تخالطش العباد، امشي شد دارك يعيشك باش ما تعديش ناس اخرين. سعاد عبد الرحيم رئيس بلديه تونس شيخه المدينه، تنظم بلديه تونس اليوم حمله لتقصي الفيروس كورونا. الحمله هذه بالشراكه مع الاداره الجهويه للصحه قاعدين نقوموا بالتحاليل لعموم المواطنين مجانا، فما دي تيست غابيد اي دي بي سي ار، هذوما اللي قاعدين هو في اطار تقديم الخدمات الاجتماعيه والتقريب كذلك هذه الخدمات الاجتماعيه لسكان العاصمه ولزوارها. الحمله انطلقت اليوم في شرح ببرقيبه في دائره ببحر، وغدوه باش تكون في دائره العمران الاعلى، وبعد غدوه في دائره الحريريه. كما قلت احنا انطلقنا منذ الايام الاولى لانتشار الفيروس كورونا بالحملات التحسيسيه والتوعويه وتقديم بعض الخدمات كيف كيف الاجتماعيه، توفير نقاط الماء، صابون، جيل ديزانفيكتون. اليوم المرحله ممكن مع ارتفاع العدد المصابين ممكن انه حبينا ننسق مع وزاره الصحه والاداره الجهويه تحديدا للتقاسي، باش ربما في التقاسي لحاملي الاعراض ينجم يتم فيها حمايه للشخص ولعائلته. دكتور قدري نوال سو ديريكتور ديريكسيون ريجيونال دو لا سانتي دو تونس. كان تفسر لنا التحليل هذا شنو وكيفاش تعرف النيجاتيف ولا بوزيتيف؟ التحليل هذايا لو تيست رابيد، دونك نقوموا بال ناخذوا العينه من بالتيست رابيد. دونك مدام امنه، دونك بعد ثم ان برودوي دونك نخلطوا فيه التيج هذيك، نخلطوها برسك دي فوا في البرودوي هذاك، وبعد ناخذوا 3 غوت ونحطوهم في البوي اللي موجود لهنا في البوي هذايا. دونك نستنى، دونك نحطوه في البوي لهنا 3 غوت، دونك نستناو 15 مينوت ونقراو لو تيست. دونك اذا كان نلقاو دونك ان سول تري اللي هو دونك هذايا نلقاو جوست لو كونترول لو سي. دونك هذا سي ان تيست نيجاتيف، دونك ابري 15 مينوت دونك بعد ربع ساعه نقراوه نلقاو كان ان تري اللي هو سي. دونك 10 à 15 minutes normalement. دونك نلقاو سي، دونك سي نيجاتيف. إذا أبخي 10 à 15 minutes نلقاو دو تخي اللي هو في السي والتيموا. دونك هذايا سي أن تيست بوزيتيف. داكور؟ دونك عندنا الورقة هذيا اللي هي بريليفمون تاع التيست نعمروها أي كو سوسوا نيجاتيف ولا بوزيتيف. احنا ناخذوا نون إي برينون دو سوجي، دات دو نيسونس، نيميرو دو تيليفون. إذا كان هو عنده الأعراض دونك نسألوه شنو هما الأعراض اللي عنده وقتاش بداو هالأعراض، خاطر مهم ياسر باش تعرف وقتاش بداو هالأعراض. داكورد؟ ولهنا مدام آمنة باش توريكم كيفية نعملوا التيست. تيست رابيد هذا شو تعمل؟ عملناه ناخذوا عينة من الغادي نحطوها في البردوية هذايا ونقعدوا نخلطوا شوية بعدين باش ناخذوا دو تروا غوت باش ناخذوهم ونستناو.
وكل تيست بالطبيعة باش نحطوا عليها النوم باش ما بالنسبه للاشخاص اللي قاعدين نعملوا لهم توا في الاختبار السريع اللي هو هذايا الاختبار السريع نعملوا بريليفمون من الخشم وشفتوه ديجا كيفاش يعملوا فيه. بالنسبه للاشخاص الحاملين الاعراض ويطلع النتيجه سلبيه في الاختبار السريع نعاودوا لهم اختبار اخر هذايا لي تي بي سي ار نعاودوه ونبعثوه للمخبر. هذايا الاختبار مش سريع هذايا باش نزيدوا نتاكدوا اللي هو حامل للفيروس ولا لا نبعثوه للمخبر وتطلع النتيجة من بعد 24 ساعة يعطينا النتيجة ونكونوا متأكدين خاطر حامل الأعراض ويطلع لنا هذية نيجاتيف يلزمنا نتأكدوا دونك نتأكدوا بالليغ تي بي سي هذية اللي نبعثوه للمخبر ويعطينا النتيجة من بعد 24 ساعة اللي باش تطلع النتيجة نتاعو معناتها لا قدر الله بوزيتيف شنو الإجراءات اللي تعملوها معاهم خاطر شفناكم قاعدين تعطيو في دواء ولا شنو؟ اللي تطلع النتيجه من بعد في المخبر هي ايجابيه. احنا ديجا خذينا توا عنا المعطيات نتاعو عنا رقم الهاتف عنا العنوان اذا كان تطلع ايجابيه نتصلوا به ونقولوا له معناها شنو هي الاجراءات اللي يلزم يتوخاها الاجراءات الوقائيه شنو هي معناها الوصفه الطبيه اللي ياخذها نزيدوا نعلموه ويتصل بطبيبه المباشر. مادام كان تقول لنا سامحني الاجراءات شنو هي باش ياخذها معناتها؟ الاجراءات بالطبيعه هو حامل للفيروس دونك احنا الاجراء الاساسي انه يقعد في الحجر يقعد في داره ما يخالطش الاشخاص باش ما تنتقلش العدوى لاشخاص اخرين يلتزم بالحجر الصحي ويقوم بتطبيق الاجراءات الوقائيه اللي هي في الدار التهوئه لا ديزانفيكسيون ما يخالطش افراد العائله نتاعو هذه هي الاجراءات بيان سور غسل الايدي وفما اجر بيان سور هذيك فما دي فيتامين باش المناعه نتاعو تقعد ديما معناها ينجم يقاوم وفما ان ريجيم اليمونتير يشرب برشا ليكيد هذه الكل يقوله له طبيب مباشر. سامحني مادام لاحظنا عدد مهول احنا تو هوني من العباد عدد كبير برشا ضخم برشا معناتها من احنا موجودين المسرح بلدي حتى وين لي زركاد نسفرت فرنسا صف طويل معناتها تو التحليل هذا باش يكفي العباد هذوما الكل ولا كيفاه؟ هو احنا راهو مش مسالتي كفي احنا نجمو نجيبو معناها وزاره الصحه معناها عطيتنا التحاليل لكن المجهود نتاع البيرسونيل اسكو باش نجمو نعملوا الاشخاص هذوما الكل بوتيتخ اذا كان شفنا احنا اقبال تو ننظموا حملات اخرى ايامات اخرى في شارع الحبيب بورقيبه وفي اخر الاسبوع معناها ما فماش مشكل.